خليني اسالك، هل هذا ضعف لاتحاد الكوره ولا ضعف لجنه الحكام ولا ضعف للمنظومه؟ وهل ده مؤشر خطر مع بدايه الدوري العام خصوصا وانه الاتحاد قال لك انا مبسوط كده، انا مرتاح كده، انا فاضل لي شهر يجي اتحاد جديد يعمل اللي هو عايزه في الساحل؟ الاتحاد في الساحل في قاعدين رايحين. الساحل اجازه دلوقتي قافل. ما هم بياخدوه، هم هيفتحوه. الساحل مش قافل 15 يروح تسعة. السخنه بقى، يروح السخنه. سخنه. بس كابتن عايز اقول حاجه، هو حضرتك فين الرابطه وفين الاتحاد؟ انا ما اعرفش الرابطه، وانا ما اعرفش الاتحاد. والله لا، والله ما بهزر. انا طب والله الاتحاد يا كابتن، حضرتك هتعرف ان في اجتماعات؟ لا، كابتن حازم بيروح، كابتن بركات بيروح. بس في اتحاد، لكن الرابطه انا عارف لك عندها رابطه السنه اللي فاتت، وفي ثلاث انديه هبطت اللي المفترض هم مفترض في ثلاث انديه صعدت، خلينا في اللي صعدوا. المفترض اللي هم المحله وبتروجيت وحرس الحدود، ما لهمش ممثلين. ومن ضمن الهابطين فريق نادي المقاولين له ممثل في الرابطه. ما احنا مش عارفين الرابطه. تاني اسالك، المنظومه كده، هل هو ضعف من اتحاد الكوره؟ لا. هل هو ضعف من اللجنه؟ ولا كبر دماغك؟ لا، هو في تكبير دماغ بالتاكيد، وفي واضح جدا ان انا قلت ايه، ان الاهلي هو اللي بيحافظ على ماء وجه كره القدم المصريه. لا، اداره كره القدم المصريه الفتره الاخيره من سيء لأسوأ بشكل واضح جدا، وعشان كده فقدان الثقه اللي اتكلم فيه النادي الاهلي في بيان ده مش جاي من فراغ، لان فعلا هناك ازمه ثقه حاليا مبرره وليست غير مبرره. بس مش بدري قوي يعني فقدان الثقه والكلام. لا، ما انا عايز اقول نقطه مهمه جدا. النهارده طلع كابتن عصام فتحي قال لك هو ازاي النادي الاهلي اللي بياخد كل البطولات بيشتكي من التحكيم؟ ده دليل براءه النادي الاهلي. ليه؟ انا لو انا اشتكيت من التحكيم وانا خسران بطوله، ممكن الناس تقول لك ايه ده، بيخلق شماعه او بيخلق مبرر للفشل. لكن ده انا بقول لك وانا كسبان البطوله انا عندي مشكله مع ملف التحكيم. يطلع بعض المتحدثين عن الانديه يقول لك طب النادي الاهلي بيتكلم ليه، هو ايه دخل النادي الاهلي في الموضوع؟ حبيبي انا طرف اصيل في المنافسه. نعم، انا طرف اصيل في المنافسه، ودايما من حق اي نادي يعني ممكن يصاب باي ضرر من التحكيم المصري لاي منافس ان هو يتحدث، لان انا بحافظ على منظومه، خاصه لما يكون الخطا في مشكله في ازمه تطبيق القانون. طب فين الحل؟ لا، الحل ان يجي اتحاد كره غير اللي احنا شفناهم على مدار العشر سنين اللي فاتوا. انا كابتن سمعنا تصريحات على مدار شهر سابق بنقول احنا ازاي كنادي اهلي كنا عايشين في المنظومه الرياضيه دي وقادرين نحقق النجاحات. لما يطلع عضو مجلس اداره سابق يتحدث ويقول احنا كنا بنجيب المدرب اللي احنا عاوزينه، كل عضو مجلس اداره يجيب له شويه مدربين. اما السنه ده ملف انا هفتحه. ماشي، عمال لي نط من الملفات. مش هنفتح كل مره الخطوه. ما انت سالتنا عن المنظومه والاتحاد. بنتكلم في التحكيم. نرجع بقى نتكلم في التحكيم. علاجه ان انا اجيب فورا خبير تحكيم اجنبي بمساعديه. طيب، مفيش بمساعديه كمان؟ طبعا. ليه؟ طيب. ما هو ده السؤال يا كابتن. اللي موجود في الاتحاد المصري لكره القدم وفي لجنه الحكام، الناس القديمه دي هدفها انها تيجي تطفش اي خبير تحكيم اجنبي.